احنا اساسا عندنا رواتب مدخره وما دا ينطونا، دائما دا يواعدونا وما ينطون، واحنا ما بقى من العمر، خاصه احنا كبار بالعمر، يعني انا احتمال رايح اغادر هذه الحياه وما اشوف هذه المدخره. فاتمنى من الدكتور حيدر العبادي ان ينطينا حقنا، اذا عندنا حق ينطونا حقنا، واذا ما عندنا خلنا نسكت ونقعد ببيتنا. هم دائما يوعدون وما ينفذون، فاللي اتمنى ان شاء الله يوفون بوعودهم وينطونا حقنا، الوزير وزير التربيه والدكتور حيدر العبادي ان ينطونا حقوقنا. والله احنا بس نطالب برواتبنا المتراكمة، يعني ذنبنا احنا 3 سنين عانينا وجرينا الأمرين لأن ما عندنا فلوس حتى نطلع خارج البلد، يعني احنا ليش ما طلعنا؟ على ما احنا يعني من ما طلعنا انه احنا مع الدواعش او احنا نساندهم او وياهم، لا، احنا على مود حافظنا على بيوتنا وعلى ولادنا داخل البيوت، اصلا بالبيت يعني ما كنا نطلع من البيوت، حتى ولادنا على الشغل ما يشتغلون يعني داخل البيت، بقوا داخل البيت يعني ما يطلعون، كنا نخاف عليهم. ف يعني حد مجازاتنا اللي دافعنا عن حقوقنا وبيوتنا وولادنا وقعدنا بمكاننا وسكتنا يقطعون رواتبنا. طبعا من التحرير تم استلام قسم من الرواتب كدفعات بسيطة، ولكن هناك مدخر من الشهر السادس 2015 وإلى التحرير تم استلام بعض الرواتب فقط، وأصبحنا أسوة بباقي المحافظات نستلم رواتبنا، ولكن هناك مدخر. الأنبار استلموا، صلاح الدين استلموا، إلا محافظة نينوى لم تستلم المدخر. السؤال لماذا؟ نحن نطالب أسوة بباقي المحافظات. هو مدخر بمعنى يجب أن يكون موجود. أين المدخر؟ هنا علامة الاستفهام.